لحظة جميلة اللي أنا فيها دي دلوقتي بسبب الدكتور خالد الإعلامي قال إن أنا لما بتكرر في مصر ببقى سعيد جدا. أنا فاكر حاجة ما بتبقاش بالإنجليزي، كان واحد مؤكر نازل ده التحرير الشمولي قلت له بقى إن أنا حرامي بتاع، وفي نفس اليوم وأنا خارج وسامع الشتيمة كنت في بلد اسمها كاتانزارو في إيطاليا، وكان مهرجان سينما، كنت ماشي على السجادة الحمراء ورايا ريتشارد برايس وأوليفر ستون، هم ورايا وخمس تلاف واحد بيسقفوا لي، أنا نزل من عيني دموع لا تتصوروها، دموع الكلام اللي بيرن في دماغي من أهلي وناسي والفرحة اللي في الوقت ده. لكن أنا دايما بقول وطول عمري بقول أنا عمري ما بصيت ورايا، عمري ما بصيت لحد مشتمني، ودايما أقول واللي نصيحة من عريس منصور قال لي اوعى تزعل من حد، بص للكتب اللي انت كتبتها وحطها فوق بعضيها هتلاقي أكبر من اللي مشتمك. خالد الإعلامي بقى له 4 سنين ومصر، وأنا مش شايف إن أنا يعني مرة قلت إن أنا بشكره، لأن أنا ما اعتقدتش بصراحة في يوم من الأيام إن أنا هلاقي حد يكمل الشغل اللي أنا بدأته. يعني ما فرق من أسبوع 3 متاحف، الـ3 متاحف يقول لي أنا اللي بدأتهم. كلمني في التليفون وقال لي أنا خلصت البيز، أجمل كلمة قالت لي إن هو دول فعل المتاحف زي البيز بتوعي وهو اللي خلصهم. كل المشروعات الجميلة اللي أنا بدأتها هو بيديها دلوقتي. الدكتور خالد الحقيقة شخص يعني دايما خلاني أحب أولا أخلاقه أدبه، زي ما أنا كنت بشتغل وبشتغل أكتر منه، بشتغل 24 ساعة وبدي المصاري. فأنا الحقيقة بالنيابة عنكم جميعا أنا قررت إن أنا أكرمه. لكن التكريم ده مدير الرابط البريطاني قال ده اعظم كتاب كتب في تاريخ الاثار المصريه.